تواصل إمارة رأس الخيمة جهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها كأسرع وجهة سياحية نموا في المنطقة، وذلك في إطار سعيها لأن تكون عاصمة سياحة المغامرات الأولى على مستوى الشرق الأوسط، خاصة مع اقتراب موعد افتتاح منصة المشاهدة الجديدة في جبل جيس التي ترتفع قمته 1934 مترا عن مستوى سطح البحر. وكانت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قد تولت مسؤوليات تطوير الوجهة الجديدة التي ستحتضن مجموعة من المنصات المطلة على المناظر الطبيعية الخلابة، متيحة بذلك للضيوف فرصة الاستمتاع بمشاهد خلابة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد هيثم مطر، الرئيس التنفيذي بهيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية. أستاذ هيثم، مساء الخير. نور، السلام عليك. نعم، بداية أطلعنا على تفاصيل تطوير جبل جيس كوجهة سياحية وبالأخص ما يتعلق بمنصة المشاهدة الجديدة. أولا أشكركم على هذه الفرصة، وثانيا مثل ما ذكرت جبل جيس هو من أهم المناطق اللي سيتم التركيز على تطويرها بأمر من سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقل القاسمي، اللي حسب توجيهاته التركيز تم على تطوير العديد من النشاطات والفعاليات السياحية اللي ستتم خلال هذا العام. ومثل ما شفنا قبل المشاهدين الصور لتساقط الثلوج في جبل جيش، واللي جذب العديد من السياح من داخل الدولة ومن خارج الدولة، وشاهدنا أكثر عن 50,000 سيارة خلال الأسبوع اللي كان فيه تساقط الثلوج في جبل جيس في رأس الخيمة. المنصة هاي طال عمرك إحنا يعني ولدت لنا تساقط الثلوج والازدحام في جبل جيس، ولد لنا العديد من الأفكار والابتكارات اللي وجهنا سمو الحاكم أن نبتدئ فيها، وكانت المنصة المشاهدة واحدة منهم على علو 1300 متر. هي المنصة عبارة عن حديقة عامة، الدخول بيكون مجاني للعام، وطبعا فيها إن شاء الله العديد من المطاعم والمقاهي، زائد مناظر خلابة للخليج العربي، ومع من برأيي من أجمل المناطق اللي تقدر تشاهدون فيها غروب الشمس في دولة الإمارات. نعم. الجو يختلف في جبل الجيش، كما نعلم أن الحرارة في جبل الجيش حوالي 10 درجات أقل عن الساحل، والرطوبة أقل جدا عن الساحل، فالجو رائع وممتاز. وسيكون داخل هالمنصة هذه نوع من الساحة اللي سيكون فيها العديد من الفعاليات، وتساقط الثلوج اللي هو ولد عندنا فكرة أن يكون عندنا في هاي الساحة مكان للتزلج على الجليد. نعم أستاذ هيثم، اعتمدتم كهيئة على معايير ومواصفات مستدامة في هذه الوجهة السياحية، حدثنا أكثر عن ذلك. أكيد، بعد حسب توجيهات سمو الحاكم أن نحافظ على البيئة في جبل جيش، ونحافظ على مش بس النباتات اللي هي خاصة في جبل الجيش اللي احنا نعرفها والأشجار المعروفة في جبل جيش، ولكن على البيئة ككل. ولذلك فاحنا اولا نتعاون مع الشركه المصممه اللي هي شركه ناجا في دبي للتصاميم اللي هي رفيقه للبيئه، ومنها ستكون اناراتها مثلا باستخدام الطاقه الشمسيه اللي احنا اخترناها طبعا على خلال شركه بوتانيكا اللي ستقوم نعم. في تدفئه المشروع هاي. نعم، إذن السيد هيثم مطر الرئيس التنفيذي بهيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية، كل التوفيق لكم وشكرا جزيلا لك.